شوبينج صار أحيان على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بسلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بسلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. من زمان طناجر الضغط بيسهلوا لنا حياتنا وبيطبخوا بسرعة، وهيدول الطناجر أهين وأسرع للطبخ. هيدا السات مؤلف من طنجرتين، واحدة 9 لتر والتانية 6 لتر، وفينا نستعملهم اتنيناتهم كطناجر ضغط أو كطناجر عادية، لأنه بيجي معهم غطى للضغط وغطى للاستعمال العادي. ومثل ما شايفين فيكن تبدلون وتستعملون. مصنوعين من ستانلس ستيل 10×18 ومسكاتهم باكيليت، يعني ما بيحموا ابدا. هالبريشر كوكر مكفولين وبيريحوا البال، فيكن تحصلوا عليهم الاثنين ب $139 بس، وبيطلع معهم هالهديه عصاره على الكهرباء، وما بقى نعصر بايدينا ونتعذب. اتصلوا على بسلر على 01-44-55-55 وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تراستيكين هي عسل التعكيز كتير متطورة وسعرها بس $39، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخليه يحس حاله إنه في شيء منه قادر يعمله. رح قلكن كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا. بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. تانياً بيجي فيها ضو متحرك لفوق ولتحت. تالتاً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها اسهل بكتير وما بتعود توقع كل ما فلتت من الايد، خاصه الاشخاص الكبار بالعمر، لانه على اكيد رح يكون عندهم صعوبه انه ينخوا ويلموا العصا. اتصلوا على بسلر على 01-44-55-55 واحصلوا على تراستي كين ب $39 بس فري دليفري وين ما كنتوا بلبنان. قدي منتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، وأوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع إيربلو ما بقى نعطل هالهم، لأنه بتناسب كل الناس. فيها 65 مليون مايكروبيتز، بس نحط رأسنا عليها هي بتتأقلم على الوضعية يلي أخدناها ويلي بتناسبنا، وبتحافظ على وضعية جالسة للعمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا إيربلو. مغلفة بقماش بيتنفس لنومة منعشة وصحية أكتر، وهالمخدة لأنها مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يتطوروا ويزيدوا، كما أنه بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. فيكن تحصلوا على إيربلو ب $26 بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بسلر على 01-44-55-55. لكن الناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري، الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، الصبار ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية، فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب $45 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببسلر على 01-44-55-55. قد ايه بنتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير، عذاب ونوادي رياضية وريجيم كمان. بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع، بيبرو موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شد العضل وإزالة الترهلات، تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في، أو نحن وعم نقرا بالتخت، أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى أو بحياة لمحل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب $88 بس وين ما كنتوا بلبنان عبر الاتصال ببستلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري.
ايكوماتيك هالمكنسة يلي حجمها صغير تنقدر نتنقل فيها بريحة ومفعولها كبير بقوة 2200 وات، يعني بتسحب وبتشفط كل شيء. مزودة بأبا فلتر للناس اللي معهم ربو أو ضيق بالنفس، وخاصة إذا كان عنا أولاد صغار. وفيها كمان كربون فلتر يلي بيحمل موتار من الغبرة وتسرب الهواء من الزوايا ومفاصل المكنة. الأكسسوار بيجي إيرو ستاندرد، وفرشيتها فينا نستعملها للبلاط والباركي بس نطلع الفرشاية لبرا، وللسجاد بس نفوت الفرشاية لجوا. فيها تلسكوبيك تيوب يتطول وبيتأثر مثل ما بدنا وحسب ريحتنا، ومزودة بأكسسوار للبرادة والفوتيات ولزوايا الألومنيوم، وبيجي معها كيس قماش. قوة هالمكنة قادرة تسحب هالطابة البولينج التقيلة، وقادرة تسحبها بأخف قوة بالمكنة، وقد ما نهز فيها ما بتوقع الطابة إلا ما نطفيها نهائياً. إيكوماتيك متوفرة بلونين، الأزرق والبوردو، ومكفولة لمدة سنتين، وبتحصلوا عليها ب $100 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بسالر على 01-44-55-55. شو أورجانايزر هالشبه الخزاني يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو أورجانايزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزي وبنفس الوقت منها تقيلة بالحمل. شو أورجانايزر بتساعد 12 جوز أحذية مقصمة مثل ما شايفين لكازيات مرتبة، وإلا غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا أنه نختار الشوز يلي بدنا. قياسها مناسب كتير 55 ب60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب. ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكل، فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانايزر حد بعضهم $26 بتحصلوا عليها، والعرض هلأ كل ما تشتروا 2 شو أورجانايزر بتحصلوا على التالتة مجانا. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بستلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.